السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله بنتكلم على المحاضرة التانية عندنا في تصميمات أعمال الري. زي ما احنا عارفين إن احنا عندنا الكورس بتاعنا عبارة عن الخمس شباتر اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. احنا دلوقتي بنتكلم، ما زلنا بنتكلم على شابتر 1 هو ديزاين اوف ريجيشن سيستم، بس دلوقتي بنتكلم على ليكتشر 2. طيب احنا بنتكلم النهارده، من كومبوننت بتاعنا النهارده هو بيتكلم على ديزاين اوف ريجيشن سيستم. الريجيشن سيستم عندنا زي ما اتكلمنا هو المينلي بنتكلم على كانلز ودرينز. اوكي طيب، فاحنا لو بنتكلم على كانلز او درينز، فاحنا يهمنا ايه في الكانلز والدرينز؟ يهمنا ان احنا نبقى عارفين اللي اوت بتاعت الكانل والدرين. تاني حاجه ان احنا نصمم مينلي الكانل او الدرينز. اخر حاجة الكانل نفسها بقى هنعرف في بقية الكورس ايه الستراكشرز اللي ممكن تتحط على الكانل عشان تكنترول الووتر ليفل والفلو والكلام ده كله، خاصة عند التقاطعات يعني. طيب تعال نتكلم على موضوع الكانل لي اوت. الكانل لي اوت مبدئيا خلينا نتفق ان التو مين كومبوننت اللي هما الكانل والدرين اماكنهم فين. الكنال عادة بتبقى موجودة في الهاي بوينت، على اساس ان هي الكنال ديت مثلا في الكيس الاولانية اللي فوق ديت بتبقى عندي الكنال على العالي، بحيث ان هي تروي الارض اللي على اليمين وتروي الارض اللي على الشمال، تروي تو سايدز، وفي الاخر المايه الزيادة دي هتروح للدرين اللي على اليمين وهتروح للدرين اللي على الشمال اللي هو دوت. الدرين اللي على الشمال ده برضه بيكولكت ووتر جاي من الكنال اللي موجودة على ناحية الشمال وهكذا. فيبقى الكنال على العالي والكنال هنا والدرين بيبقى على الواطي. الكيس اللي قدامنا ديت يبقى عندنا بنقول ان الكنال irrigation from two sides of canals. الكيس التانية اللي في النص دي برضو هي كنال، يعني هنا الكيس الاولانية بيبقى عندنا واضح ان في هاي بوينت وفي عندنا لو بوينت في الارض، وبالتالي بنبقى عارفين فين الكنال هتتحط وفين الدرين هتتحط. انما ساعات بيبقى الارض اللي عندنا شبه فلات شويه، فبرضو ما بيبقاش واضح فين الهاي بوينت واللو بوينت، ما كلهم فلات، فبنضطر ان احنا نحط الكانلز وات ايفر على مسافات زي ما هنشوف. وساعتها الكانل برضو بتروي تو سايدز وبنحط درين برضو بحيث ان هو يكولكت المايه من التو سايدز. لو كانت الارض اللي عندي بقى ولا هي فيها هاي بوينت ولو بوينت واضحه ولا هي فلات، انما هي يعني واخده وان سلوب زي الكيس الاخيره ديت، بيبقى عندي الارض كلها واخده وان سلوب. فهي لو واخده وان سلوب فمعناها ان الميه هتبقى الكنل اللي على اليمين ديت عندنا كنل بس الكنل دي للاسف هي تروي وان سايد، تروي وان سايد بس. قبل ما الكنل الثانيه تبدا لازم الميه الزياده دي يجمعها الدرين دوت، وبعد كده يبدا الكنل الثانيه والسايكل تبدا تتكرر تاني، تروي وان سايد والدرين يلم المايه الاكسس ووتر، بعد كده تبدا كانال ثالثه تروي وان سايد وهكذا. فده بنسميها irrigation from one side of canal. وبالتالي الفكره العامه ان احنا ان الكانال على العالي والدرين على الواطي، لو في عندنا تو تايبس من irrigations ان الكانال، هل هي بتروي تو سايد ولا بتروي وان سايد. اوكي طيب تعالى نتكلم على الالاينمنت بقى. الالاينمنت بتاعت التايب اوف الاينمنتس بتاعت اللاند نفسها. اوكي لو انا عندي لاند زي ديت ويفي لاند، زي ما انت شايف الكونتورز كده واخده شكل ويفز، في عندي مثلا ده كونتور 10 9 8 وهكذا. احنا بس عايزين نتفق على حاجه، لو انا عندي ويف لاند بالمنظر ده بالنظر تقدر تقول فين اللو بوينتس وفين الهاي بوينتس في الارض ديت. عشان نقدر نتخيل هذا الموضوع ونثبته تعالى ناخد سيكشن اللي هو اسمه اي اي. سيكشن اي اي دوت بيتقاطع مع كونتور، يعني تعالى ندرس النقاط اللي هي 1 و2 لغاية نقطة 6. عند نقطة 1 ديت هنلاقي ان الكونتور بتاعنا كام؟ 9. فاحنا هننزل هنا هنلاقي ان ده كونتور 9 عند 1، وهتلاقي 2 ده برضه عند كام؟ كونتور 9، فهتلاقي ده 2. طيب ان بتوين بقى ما بين 1 و2، الارض عالية ولا واطية؟ تعالى ناخد نقطة هنا ان بتوين هنا كده. لو خدت نقطة هنا مكان ما أنا واقف بالكرسر هنا، المفروض إن النقطة دي هل هي أعلى من 9 ولا أوطى من 9؟ هلاقي إن النقطة دي واقعة ما بين كونتور 9 إلى 10، فبالتالي هي يعني 9 وي. فبالتالي هي لو جيت تحسبها بالإنتربوليشن هتلاقي 9 وحاجة، 9 و10 و10 سنتي، ده معناه إن هي أعلى من 1 و2، فهتلاقي إن هنا إيه كأن في هاي بوينت هنا. طب تعالى نرجع نكمل.
دي 2 خلصناها، تعالى ناخد 4. 4 هتلاقي ايه؟ على 9، فهتلاقي 4 دي نزلت على نفس الليفل بتاع 1 و2 اللي هما 9. طب نقطة زي ان بتوين ديت اللي هي النقطة ديت، النقطة دي هي واقعة ما بين 8 ل 9، وبالتالي هي أقل من 9 بمقدار كام؟ ممكن نجيبها بالانتربوليشن وليكن إن هي 8.5، فده معناها إن النقطة دي هتبقى 8.5، هتبقى أقل من نقطة 2 و4 هتبقى لتحت، وهكذا. فأنت هتلاقي نفسك إن أنت ده عالي وواطي عالي وواطي، وبالتالي بقت الشكل اللي قدامي ده نقدر نستنتج منه إيه؟ نقدر نستنتج منه ان الويفي لاند ديت بالمنظر ده الكيرفيتشر الى اسفل دي مش معناها ان دي لو بوينت، ولكن دي هاي بوينت، يعني ده المكان اللي اتحط فيه الكانلز. اما الكيرفيتشر اللي هي الى اعلى ديت، ده معناها ان دي لو بوينت، ودي اللي هيتحط فيها انسب مكان يتحط فيه الدرين. اوكي، وبالتالي بقى لو انا عندي ويف لاند او يعني ويفي لاند زي بالمنظر ده كده، اوكي، احنا الهدف بقى من الالاينمنت اللي جايين عايزين نتكلم على كذا نقطة. ايه هي النقط اللي احنا عايزين نتكلم عليها؟ عايزين نتكلم نحط فين الكانلز وفين الدرينز، و يعني ك ك ك يعني نعمل سكتش للاريجيشن سيستم. اوكي، طيب مبدئيا اول حاجة هنبص على اللاندز نفسها، هي هنا بالنسبة لي ويف لاند. اوكي، ويفي لاند، فاحنا اتفقنا ان هي دي مكان الهاي بوينت عند مكان الكيرفيتشر الانحناء الى اسفل دي، فمعناه ان انا هحط هنا مثلا، هنبدا هنا بكنال سي 1، وبعد كده كنال سي 2 وكنال سي 3، وان بتوين هيبقى في درين اللي هو درين 1 ودرين 2. طبعا يهمنا قوي في الاول ان انت تبقى عارف فين مصدر المايه، فمصدر المايه بتاعي هو المين كنال اللي جاي من فوق، وبالتالي خدت انا كنال 1 وكنال 2 وكنال 3 عمودي على المين كنال. خلي بالك ان انا لو عايز اقول لك فين الاستراكشرز اللي موجوده او الكنترول ستراكشرز اللي موجوده على هذا السيستم، هتلاقي ان هنا كان كانال سي 1 ديت الميه اللي موجوده في المين كانال مش هتخش في سي 1 الا لما اكون عامل هنا هيد ريجليتر، والميه مش هتخش في سي 2 الا لما اكون عامل هيد ريجليتر ارفع الميه. ارجع للمحاضره الاولانيه وبص على الصور اللي هي كانت موجوده تقريبا في السلايدز الاخيره او قبل الاخيره، وهتلاقي هنا برضو محتاج هيد ريجليتر. طيب الكنال دي في الاخر نازلة ودي نازلة، ودرين 1 ودرين 2 في الاخر بيجمعهم مين درين. طبعا درين هيرمي على درين مفيش مشكلة، دوتد مع دوتد مفيش مشكلة، انما هل الكنال في الاخر راح ترمي على درين؟ يعني هل معناها ان الكنال هروح ارمي ميتها في المصرف؟ لا طبعا، الكونكشن اللي احنا بنتكلم عليها هنا ديت هي كونكشن هنحط فيها structures، ده اللي احنا هناخده في المحاضرات اللي جاية بعد دكتورة دينا مزيد، اللي هي نحط فيها ما يسمى بالتلسكيب، هي المية الزيادة عن الستورج بتاعت الكنال هي اللي هتروح للمين درين. طيب يبقى مبدئيا عرفنا فين الكنال وعرفنا مين الدرين، بس خلي بالك بس انا هنا ايه، يعني انا حددت اماكن الدرين، يعني ما كانش المفروض ان انا احدد احط فين الدرين الا لما اكون حطيت الكنال. يعني بمعنى اخر الستيبس كالاتي، اول حاجة انت بتبقى عارف الجاي لك الكونتورز خلاص، فانت بتحدد فين الكنالز، خلاص حددنا الكنالز وانا عندي المصدر الماي. بعد ما انت بتخلص الكلام ده كله، المفروض ان انت بتبدأ ان انت تاخد كروس سيكشن عمودي على الكنالز اللي انت افترضتها. فانا هاخد كروس سيكشن عمودي على الكنال اللي انا افترضتها، باعتبار بقى طبعا ان انا لسه مش عارف دي 1 ودي 2 دي هحطهم فين، او الدرينج يعني دي 1 ودي 2 ده هحطه فين. فلو انا هاخد كروس سيكشن عمودي على الكنالز اللي انا عملتها، هلاقي هيطلع لي الشكل اللي احنا طلعناه من ورا دوت، اللي هو هتبقى كانها ويفلاند. الويفلاند ديت هتطلع منها ان انا حطيت هنا كنال 1 او كنال 3، حطيت هنا كنال 2، وحطيت هنا كنال 1. من خلال الشكل بقى بتاع الويفلاند ديت هنقدر ساعتها هنحدد من خلال الكروس سيكشن العمودي ده ان الكنال دي هترمي او هتروي تو سايد ولا تو سايد. بالنسبه للكنال الويفي لاند دي هي هتروي تو سايدز، وبالتالي هيبقى الدرين في النص، فعشان كده انا عملنا هنا درين 1 ودرين 2. بس ده ايه، انا بتكلم السيكونس اللي احنا هنتبعه في كل الالاينمنتس اللي جايه. بالنسبه لي هنا دي واضحه شويه، فين البيك، فين الهاي بوينت، فين اللو بوينت، فدي بالنسبه لي هتبقى ما فيهاش مشكله. لما تعالى بقى نطبق نفس السيكونس مثلا في ارض زي دي، هي دي بقى طبعا هي برضو ويفي، برضو ويفي لاند، وبالتالي هتبقى ايه السيكونس كستيبس بقى عشان نطبقها في الحاجات اللي بعد كده. عندنا المين سورس هو المين كانال، حطينا هيد ريجليتور،
اللو بوينت سوري الهاي بوينت حطينا كانلز، يعني كانل مثلا دي ديستريبيوتوري كانل سي واحد مثلا، ديستريبيوتوري كانل سي اتنين، ديستريبيوتوري كانل سي تلاتة. السيكونس الصح بقى ان احنا بعد كده ناخد كروس سيكشن عمودي على الكانلز اللي احنا عملناها دي، هلاقي ان الارض ده هنا بالنسبة لي عالي، وبعد كده واطي، وبعد كده عالي، وبعد كده واطي. هلاقي هثبت من خلال هذا كروس سيكشن ان الكانل دي بتروي تو سايد، فده معناها ان الدرين هيبقى موجود ان بتوين ما بين التو كانلز اللي هو مكان اللو بوينت ده، اللي هو يبقى هنا في درين واحد، والاحمر ده درين اتنين، والاحمر ده درين تلاتة، وفي الاخر بيتجمع بمين درين. طب تعالى ناخد مثلا كيس زي دي، مثلا عندي الارض بتاعتي هي مايلد او فلات تو ميديم، اوكي. طيب عرفت منين ان هي ميديم او فلات تو ميديم؟ قال لك ده لو كان السلوب بتاع الناتشرال لاند اقل من 5 سنتيمتر في الكيلو. طيب ايه يعني هثبتها ازاي؟ قال لك انت بيبقى جيفن عندك الكونتورز، يعني ده كونتور 10، وبعد كده ده كونتور 9 و8 9 و6 9 و4، يعني انترفال بوينت 2. لو افترضنا ان السبيسنج ما بين كل كونتور والتاني 5 كيلو، فده معناها ايه؟ معناها ان انا في الاول خالص اروح قايل ان الكونتور هنا الفرق بينه 20 سنتي، 20 على 5 يطلع لك كام؟ 4، يعني 4 سنتي على الكيلو. ده اقل من 5 سنتي على الكيلو، يبقى احنا في الكيس دي. طيب الكيس دي بتقول ايه بقى؟ الكيس دي بتقول ان انت لو عندك الارض بالمنظر ده، وعندك المين كانال او مصدر الميه جاي لك من فوق، فقال لك طيب خلاص انت عندك الارض ايه نازله في هذا الاتجاه، يعني السلوب بتاعها بنتكلم اقل من 5 سنتيمتر في الكيلو، which is يعني سلوب خفيف قوي، وبالتالي ممكن امشي الكانلز عموديه على المين كانال، تاخد من المين كانال على طول. يبقى انا هحط هنا سي واحد عمودي على المين كانال، وبعد كده في سي اتنين، وبعد كده في سي تلاته. هتقول لي السبيسنج ما بين سي واحد وسي اتنين او سي تلاته دي هتبقى قد ايه؟ زي ما هنشوف فيما بعد ان هي بتبقى حوالي من 1 الى 4 كيلو، اوكي. طيب السؤال بقى التاني، احنا عايزين نعرف الكنال دي اللي احنا عملناها دي هل هي هتروي 1 سايد ولا 2 سايد؟ طبعا عشان اقول لك ان هي ترمي 1 سايد ولا 2 سايد، زي ما اتفقنا ان انا محتاج ان انا اروح واخد كروس سيكشن عمودي على الكنالز اللي انا افترضتها، اخد كروس سيكشن هنا كده. لما اخد كروس سيكشن هنا كده هلاقي ان الارض شبه فلات، وهلاقي ان الكنالز اللي انا افترضتها هي دي كنال سي 1، وفي هنا كنال سي 2، وفي بعدها مثلا سي كنال سي 3. هلاقي الارض فلات، فده معناها ان الكنالز دي هتروي 2 سايد 2 سايد، ودي هتروي 2 سايد، فده معناها ان الدرين هيبقى واقع ما بين كل ما بين 2 كنالز، يبقى معناها الدرين هيبقى في النص هنا ما بين كنال سي 1 وسي 2، لانه هياخد من كل واحده منهم، اوكي. وبالتالي يبقى في درين هنا برضو دي 2، وفي الاخر كلهم بيتجمعوا على المين درين اللي رايح يصرف وات ايفر بقى في المكان اللي هو هيصرف فيه. ده بالنسبه للكيس بتاعت الميديم. طب تعالى نشوف اللي هو اللي فاتت دي كانت شبه فلات، يعني هنا ميديم والميديم سلوب. يعني ايه ميديم سلوب؟ قال لك لو كان مثلا الكونتورز عندك 10 9 ونص 9 8 ونص 8، وافترضنا ان السبيسنج ما بين الكونتورز دي 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو، فده معناها ان انت عندك 50 سنتي على 5 كيلو، يبقى معناها بتتكلم على 10 سنتي في الكيلو، انت وزن من 5 ل 20، يبقى انت في هذه الكيس اللي هو ميديم سلوب. لو كانت ميديم سلوب ديت، قال لك وكان المين كانالز بتاعتك او مصدر الميه هو الافقي اللي فوق دوت، قال لك 10 سنتي في الكيلو اللي هو من 5 ل 20 دولت، لو انا خدت كانال عموديه على هذه الكونتورز يبقى السلوب بتاعها كبير. انا مفضل ان السلوبس بتاعت الكانال تبقى خفيفه، وهنقول السلوبس دي فيما بعد، على اساس ان الميه تقدر يعني الارض الارض تقدر تتروي من الميه بسلاسه شويه، واقلل عمليه الحفر والحاجات دي كلها. فعشان كده بنفترض ساعتها او بنقترح ان احنا الكانالز تبقى على المايل، تتاخد على المايل على الكونتورز. ليه بقى؟ قال لك لان انت لما تيجي على هذه الكنال وتقول ان انا هاخد الاسلوب بتاعها كاني مثلا بنتكلم على السلوبس بتاعتنا، مثلا بنتكلم على نقطه هنا في الكنال ديت، انا عندي هنا النقطه ديت السلوب بتاعها مثلا سي ان هو انا عندي هنا ديت المفروض لو افترضنا ان هي عباره عن، لو انا عندي دلوقتي الكنال ديت المفروض ان هي مثلا هتبقى حاجة هنا مثلا، فاحنا بنتكلم دلوقتي نقطة زي دي وما بين نقطة زي دي، هل لو انت خدت السلوب بتاع النقطتين ما بين النقطتين دولت، هل هو يعني السلوب بتاعه هيبقى أخف
ولا ان انت تاخد الكنبة بتاعتك تبقى عمودية كده، ساعتها هتبقى انت بتاخد ما بين ايه، ما بين بتاخد الاسلوب ما بين النقطتين دولت. لو انت حبيت ان انت تاخد ما بين النقطتين دولت، فده معناها ان انت بتقول ان انت الاسلوب بتاع الكنبة هيبقى هو 50 سنتي على ال5 كيلو، فانت بتتكلم على يبقى 10 سنتي على الكيلو. بس لو خدت الاسلوب بقى، خدت الكنبة على المايل، ده معناها ان الاسلوب بتاع الكنبة هيبقى حاجة بالمنظر ده كده، هيبقى ده مع ده، هيبقى برضو هي عبارة عن الفرق 50، بس 50 بس هيبقى على طول أطول، لأن ده الوتر بتاع المثلث، فتبقى 50 على مثلا بدل ما هي 5 كيلو تبقى 7 كيلو، وبالتالي الأسلوب هيخف. فعشان كده بنقول إن احنا نعمل الكنل ديت على المايل على أساس إن احنا نخفف اللونجيتيودنال أسلوب بتاع الكنل. طيب يبقى معنى كده إن احنا حددنا الكنل هتبقى هي دي سي واحد مثلا، سي اتنين مسافات ما بينهم ما بين 1 إلى 4 كيلو. النقطة التانية، هل هحط الدرينز فين؟ قال لك عشان احط الدرينز فين لازم تاخد سيكشن عمودي على الكنلز اللي انت اقترحتها. فانا عندي الكنلز بالمنظر ده، لو انا خدت سيكشن عمودي على الكنلز هلاقي ان الارض هنا ايه، عالية على الشمال وبتبدأ تقل تدريجيا ناحية اليمين، فهلاقي الارض حاجة بالمنظر ده كده. اوكي، فده معناها ان انا لو عملت اي كنل، الكنل دي مش هتروي تو سايد، ده غصب عنها هتروي وان سايد، وقبل ما تبدأ الكنل التانية تبدأ يبقى لازم الدرين كام، الدرين قبلها. عشان كده هتلاقي ان كل كنل هتلاقي قبلها درين، لان المايه بتتروي من الشمال لليمين، فهتلاقي دي كنل ودي درين، جنبها الدرين بتاعها، الدرين بتاع الارض اللي قبليها، وهكذا. فانت ده السيستم او ده اللي اوت بتاع الايه، الكيس بتاعتنا في هذه المرحله. ممكن تبقى حاجه بالمنظر ده كده، ان انا عندي نفس القصه، ان انا عندي ارض الكونتورز مايله 22 21 وهكذا، وهتلاقي مصدر المياه بالمنظر دوت. فساعتها انت هتاخد الكنلز بتاعتك برضو على المايل عشان تخفف السلوب بتاع اللونجيتيودنال السلوب بتاع الكنلز. ولو جيت برضو تاخد سيكشن عمودي على السيستم ده زي ما احنا عاملين كده، عمودي على الكنلز، هتلاقي ان الدرينز دي او سوري الكنلز دي غصب عنها تروي وان سايد ناحية من الشمال لليمين، وبالتالي هتبقى على شمال كل كنل هيبقى فيه الدرين اللي هو بياخد المصرف او الصرف بتاع الارض اللي على شماله. لو كانت الارض اللي عندي ستيب، ستيب يعني الارض دي مثلا هتلاقي 10 9 8 7، وبنتكلم ان هي انت بتتكلم هنا يعني مثلا بتتكلم ان هي عبارة عن متر مثلا وعلى 5 كيلو مثلا، بتتكلم من هنا معناها ان هي 100 سنتي على 5، انت بتتكلم على 20 مثلا، 20 سنتيمتر في الكيلو، ده ستيب يعني واكثر يعني. فقال لك دي خلي بالك بس هنا نقطتين، الارض دي هي ستيب، بس مصدر المايه هنا جاي لنا منين؟ مصدر المايه جاي لنا من الشمال، من تحت الى من اسفل الى اعلى، فده معناها ان انا هخلي الكانلز بتاعتي، اوكي، لو كانت مصدر المايه من تحت من اسفل الى اعلى، اخلي الكاملز كانها موازيه للكونتورز، وبالتالي اللونجيتيودنال بروفايل along سي 1 وسي 2 والكلام ده كله هتبقى كان الارض شبه فلات، وبالتالي يعني يبقى ايه، اقدر اعمل الكاملز بتاعتي ب مايلد سلوب ويزن سي 5 الى 10 سنتيمتر في الكيلو. وبالتالي غصب عني هنا بقى ساعتها لما تيجي تشوف الدرينز هناخد سيكشن عمودي على الكاملز دي، لان الارض كلها مايله ستيب، وبالتالي هتبقى الارض الكنلز دي بتروي وان سايد، هتبقى الكنل سي واحد دي بتروي اللي تحتها للاسفل، وبالتالي محتاج احط دي واحد، وبعد كده تبدا كنل تانية سي اتنين تبدا تروي الارض اللي بعدها، وهكذا. وفي الاخر كله بيرمي على الدرين، مين درين اللي موجود ناحية اليمين اللي هو من اسفل الى اعلى. لو كانت الكيس دي ستيب زي ما هي كده، وكان المين كنلز جايلي من فوق هوريزونتال، ده معناها ان انا هبقى محتاج ان انا اعمل الكنلز بتاعتي تبقى على المايل، عشان ان انا اخفف الاسلوب بتاع اللونجيتيودنال الاسلوب بتاع الكنل as much as we can. طيب بالنسبه للكونتورز بصفه عامه، طبعا ممكن يبقى عندي تو شيبس للكونتور زي ما احنا شايفين كده، بس كل واحده منهم بتوحي، واحده منهم بتوحي ان هي ديبريشن زون، والتانية بتوحي ان هي منطقه جبل، منطقه جبليه. لو انت لقيت ان الكونتورز بتاعتك بتقل تدريجيا ناحية السنتر لاين بتاعة او
كونتور ال في الوسط خالص، يعني هنا 3 2.5 لغاية 1، ده معناه ان المنطقة بيحصل لها كأنها بوند، يعني بوندنج اريا. اما بالنسبة لو كانت الكونتورز بتاعتك بتتزايد في اتجاه الوسط، ده معناها 8 8.5 9.5، ده معناه ان هي منطقة جبلية. طب بالنسبة للكانال لاي اوت، شوية كده رولز مع بعض، بنقول ان اللونجيتيودنال او الكانال المفروض ان هي ما تبقاش طويلة، لان لو كانت تبلت فده معناها ان هي محتاجة ان هي تخدم ارض كبيرة، فده معناها ان الكروس سيكشنز بتاعها هتبقى يعني كبير، من الناحية الايكونوميك مش هتبقى كويسة، وبالتالي اللينس بتاع الديستريبيوتري كانالز بيبقى عادة من 1 إلى 3 كيلو. اوكي، اللينس بتاع الكوليكتور درين، الدرين المجمع، يعني بيبقى الى حد ما بيعتمد على الدبس بتاعه. فمثلا الفيلد درين اللي بيجمع من الحقل بتاعنا، المفروض ان هو الدبس بتاعه من 1.5 لـ 2.5 متر، والماكسيمم دبس في الكوليكتور بتبقى حوالي لغاية 2 متر 80. واللينس بتاع الكوليكتور دوت بتاع الدرينز ديت، المفروض ان هي بتبقى من 1 إلى 2 كيلو. السبيسنج بتاعت الديستريبيوتري كامل از فروم يعني من 2 لـ 4 كيلو. طبعا اللوكيشنز بتاعت الكانلز والالاينمنت بتاعت الكانلز ديت، المفروض ان هو لازم يتاخد في اعتبارها اذا كان معدية على قرى ولا طرق ولا حاجة، وبالتالي نبدأ ننهانس الالاينمنت بتاع الكانلز. بتحاول تختار اللونجيتيودنال بروفايل بتاع الكامل بحيث يبقى القط قد الفل، عشان تحاول توصل للناحية الايكونوميك البيست. يعني بالنسبة للكانال لاي اوت، زي ما احنا قايلين، لو انا عندي كونتورز بالمنظر ده قدامنا دلوقتي السمري، يا اما لو كانت الاسلوب اللونجيتيودنال بتاع الناتشورال جراوند ديت خفيفة، وبالتالي ممكن ناخد الكانال العمودية، يا اما لو كانت ستيب ساعتها بناخد الكانال على المايل، يا اما لو كان مصدر المايه جاي لي من الشمال من اسفل الى اعلى، فممكن ناخد الكانال موازيه للكونتور. طب الكانال كوماند بقى، الكانال كوماند بيقول لك المايه جوه الكانلز، هل مسموح ان المايه تبقى موجوده جوه الكانل زي الكيس اللي على الشمال ولا الكيس اللي على اليمين؟ ايه الكيس اللي على الشمال؟ قال لك الكيس اللي على الشمال ان المايه، منسوب المايه في الكانل هيبقى اعلى من الارض الزراعيه اللي عايزه تتربي، ودي بنسميها positive excessive command، يعني معناها ان المياه تبقى اعلى من منسوب الارض الزراعية اللي هيرويها الفلاح. طب دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان لو انا صممت على هذه الكيس، ده معناها ان الفلاح بكل بساطة هيروح فاحت في البنك ليفل دوت، ويفتح بايده كده فتحة ويدخل المياه من هنا لهنا، وبالتالي الفلاح مش هيحس بقيمة المياه، هيحصل لصز، لان الفلاح مش هيهتم اذا كان الارض خلاص اتشوت ولا لا، فاي اكسس ووتر هتروح للدرينز، وبالتالي انا ما استغلتش ما عملتش استغلال امثل للمياه. تالت حاجه ان البانك ليفل نفسه ده ممكن يحصل له فيلير نتيجه السيبج في البانك دوت، وبالتالي ممكن يحصل مشاكل كتيره. انما ولو احنا هنعمل البوزيتيف ده، عاده بنخلي الميه اعلى من الارض دي، يعني ما تزيدش عن 30 سنتي. اما بالنسبه للنيجاتيف كومن، بنخلي الميه في اللي هي على اليمين ديت، الميه اوطى من منسوب الارض بمقدار بين 50 ل 70 سنتي، وده عاده ده الصح ان احنا اللي بنعمله. ليه؟ قال لك عشان نخلي الفلاح لما يجي يسحب ميه يسحبها ان هو يعني يحس بقيمه الميه، فيضطر ان هو ياجر ترومبه تسحب المياه عشان تضخ المياه وتروح توصلها لللاند، وبالتالي هيحاول ان هو يحس بقيمة المياه. هنعمل استغلال امثل للمياه، لما يخلص ري هيرجع يقفل، يحاول يرجع الترومبة اللي اجرها، وبالتالي يحس بقيمة المياه اللي هو بيستخدمها، وبالتالي نعمل استغلال امثل او نزود كفاءة استخدام المياه. بالنسبه للكلاسيفيكيشنز بتاعت الكانال والدرينز، امتى نقول ان ده مين كانال مين درين وهكذا؟ قال لك المفروض لو كانت الارض اللي بتتخدم اعلى من 200,000 فدان، فاحنا بنتكلم ان ده يبقى مين كانال او مين درين، وده عاده بيبقى اللينس بتاعهم بيبقى اكتر من 60 كيلو. لو كانت الارض اللي بتتخدم من 100,000 لـ 200,000، دي بنسميها برانش كانال او برانش درين. لو كانت من 100 فدان لـ 100,000 فدان، فبنسميها ديستريبيوتوري كانال او كوليكتور درين. لو كانت من 50 فدان لـ100 فدان، فده بنسميها مسقة، ودي
اصغر حاجه موجوده جوه الحقل بتاع الفلاح، ودي ساعتها بيبقى فيه فيلد درين. وده زي ما انت شايف الصوره دي بتبين اصغر تو اليمنت في الاريجيشن سيستم، الطواليه الطوالي دي بنسميها المسقه، ودي كده مسقه، وبيتفرع من هذه المسقه كل شويه كده حاجه تانية صغيره اصغر منها بنسميها مروه. اوكي، فاصغر اليمنت في الاريجيشن سيستم هو مروه ومسقه، واكتر حاجه واكبر حاجه في المين سيستم هو المين كانال. طيب الكانال ووتر سيرفيس سلوب، احنا لسه قايلين من شويه ان احنا عايزين نخلي اللونجيتيونال سلوب بتاع الكانال يبقى سلوب خفيف عشان نقدر المية تروي الارض على الجنبين او وان سايد او تو سايد وهكذا، بلس طبعا عشان نخلي السلوب بتاع والفيلوسيتي بتاعت الماشيه في الكانال ديت تفضل تبقى ايرث، وبالتالي السلوب او الفيلوسيتي بتاعتها تبقى خفيفه قليله. في المين كانالز والمين درينز عادة بيبقى السلوب لونجتيودنال السلوب ما بين 5 إلى 10 سنتيمتر في الكيلو، ده الأوبتيمم. والبرانش كانالز بتبقى من 10 إلى 15، ديستريبيوتري كانال والكولكتور بتبقى من 15 إلى 30. طيب بنعمل ايه بالكلام ده؟ قالك المفروض ان احنا بنبدأ نرسم اللونجتيودنال سيكشن للجراوند ليفل، وبعد كده بنبدأ نحط خط بارلل للأفريج جراوند سيرفيس. اوكي، يبقى أوطى منه أوطى من سطح الأرض الأفريج دوت بمقدار مثلا من 50 لـ70 سنتي على حسب الكامل الكومند اللي احنا قلنا عليه. وبعد كده نبدأ بقى نعمل اللونجيتيونال اللاين بقى كونستانت سلوب، إذا كان السلوب ده هيبقى وان سلوب ولا محتاجين نعمل فيه دروب عشان مثلا المية بدأت تطلع فوق الأرض هنستخدم وير ولا وهكذا. في عندنا شوية principles في عملية الديزاين، يعني احنا بنعتبر ان الفلو يونيفورم وان السلوبس بتاعت الانرجي جريد لاين الووتر سيرفيس اند كانال بيد ار ايكوال اند فور يونيفورم ديزاين، ان اللونجيتيودنال جريد بيبقى 5 إلى 40 سنتيمتر في الكيلو للارث كانال عشان تسمح بفيلوستي ماكسيموم ما تزيدش عن 0.7. وبالنسبه لللاين دي كانال بنسمح بسلوبز اعلى بتبقى من 40 ل 80 سنتيمتر في السكند، وده سنتيمتر سوري دي 40 سنتيمتر لكل كيلو، ويز ماكسيمم فيلوسيتي عشان تسمح بماكسيمم فيلوسيتي 1.5 متر بير سكند. و بس ده مين برنسبلز في عمليه الديزاين. تعالى بقى نبص على الديزاين بتاعه الاكزامبل دوت. انا هنا بقول دلوقتي ان انا كاني عندي مين كانال وعملت الاينمنت للكانلز والدرينز، وطلع ان انا عندي في مين كانل وادي الديستريبيوتري كانل، طلع ان في درين على اليمين ودرين على الشمال، وفي الاخر بيرموا على مين درين تحت. اوكي، الارض دي كانها الاريا بتاعتها 10000 فدان، والمفروض ان هي بتروي او بتتزرع فيها 3 محاصيل، 50% رز، 25% قط، 25% ذره، ومديك الايفابو ترانسبيريشنز بتاعت ريت بتاعت كل واحد من المحاصيل ديت، وبقول لك ان الفيلد ابلكيشن افشنسي 70% والكونفيانس افشنسي 90%. طيب هو عايز ايه؟ هو عايزك ان انت تحسب له الديستشارج او الديزاين ديستشارج عند سيكشن اي، سيكشن بي، سيكشن سي، سيكشن دي. اوكي، ما بين سيكشن اي وسيكشن بي المساحه دي اللي فوق دي عباره عن 6000، واللي تحت بي دي عباره عن 4000. طيب مبدئيا دلوقتي خلينا نتفق على حاجة عشان نبدأ نشتغل عليها. احنا محتاجين نعرف ان كل سيكشن الارض اللي هيخدمها اللي يعني المية اللي هتدخل دي هتخدم ارض قد ايه. الاريا سيرفت، الاريا سيرفت بتاعت يعني الكونسبت بتاعنا ان احنا بنقول ايه، بنقول ان عند كل سيكشن المفروض ان ادخل مية تروي الارض اللي بعدية و25% من الارض اللي قبلية. اوكي، طيب بالنسبه لاي عندي هنا سيكشن اي انا ما عنديش ارض قبليه لان ده بدايه الكنل، فانا هاخد الارض اللي بعديه. الارض اللي بعديه دي اللي هي كام؟ 10000 فدان، فمعنى كده ان الاريا سيرفيت بتاعه سيكشن اي هو 10000 فدان. طيب طبعا الاريا دي هتتضرب فريتس هنحسبه من ايه شويه عشان كمان شويه عشان نحسب الايه الكيو. طيب بالنسبه لسيكشن بي الاريا سيرفيت بتاعته قد ايه؟ قال لك بيخدم الارض اللي بعديه اللي هي 4000 بلس 25% من الأرض اللي قبليه، يعني ده هيساوي 4000 زائد 25% من 6000.
طب هنا في سؤال، احنا ليه بناخد 25% من اللي قبليه؟ 25% من اللي قبليه ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا لو انا كنت مصمم سيكشن بي ده ان هو اللي بيروي الارض اللي هي 4000 فدان بس، وباعتبار ان 6000 اللي قبليه كلهم اتروا، ده مش هو ده الورست سيناريو. ليه بقى؟ لان ممكن الارض اللي قبليه دي اللي هي 6000 فدان دول، ممكن في، انا هنا بعتبر ان 25% من الارض دي من الفلاحين ما روتش، ماشي، ما روتش نتيجة لسبب ما او اي حاجة، فمعناها ان المية بتاعت 25% من الارض دي محتاج ان هي تنزل لتحت، مش لاقي حد ياخدها، فهتضطر لازم السكشن اللي تحت يستحملها، والا لو ما كانش السكشن اللي تحت هيقدر يستوعبها، الارض هتفيض على جانبي الترعة وبالتالي هتغرق الاراضي، وبالتالي لازم السكشن بتاع البي دوت لازم يبقى مصمم ان هو يعدي مية ال 4000، وياخد في اعتباره ان 25% من الارض اللي قبليه ما تراوتش، الناس ما راوتش. طبعا في ناس تانية تقول لك برضو كأحد التفسيرات ان 25% برضو من اللي قبليك ديت، ده كأنك بالظبط بتاخد يعني حاجة، كأنك بتقول ان مثلا افرض مثلا الارض دي وانت بتروي الدنيا مطرت، فالمطرة الزيادة دي المفروض لازم يبقى كروس سيكشنز يقدر يستوعبها، اوكي. وبالتالي هي نتيجة إن هي بنفترض إن 25% من الناس اللي قبلية مراوتش، بلس إن كأن في مثلا رين فول، إكسس رين فول، أو مطرة مثلا في مطرة جديدة نزلت في المنطقة، وبالتالي كل ده لازم الإيه الكنال دي تستوعبها. يبقى معنى كده إن الأريا سيرفيت بتاعت A هي 10000 كلهم، الأريا سيرفيت بتاعت B هي 4000 بلس 25% من 6000 اللي قبلية، سي ما عندوش حاجة بعديه بس مضطر ياخد 25% من كل اللي قبليه، يبقى سي ده هيبقى 25% من 10000، دي بياخد ما عندوش حاجة بعديه فهياخد دي 25% من اللي قبليه اللي هو اللي هو 25% من الايه العشرة آلاف. سوري، انت احنا هنا بنتكلم ان سي هو 25% من القبلية، اما دي هنا هو بيتكلم على ان هو محتاج ان هو يصرف ال 10000 كلهم على بعض، يعني الريسيرف بتاع دي هي ال 10000. طيب تعالى نتكلم على، يبقى دي نقطة كده خلاص على جنب، نيجي بقى نتكلم على موضوع ال water duty. احنا هنا بنينا عندنا الارض دي المفروض ان هي مزروعه بثلاث محاصيل، فجبنا الافريج ايفابوترانسبيريشن، يعني كل نسبه محصول 50% قطر في الايفابوترانسبيريشن بتاع القطر اللي هو 10 بلس 25% من ال او الرز، يعني بلس 25% من القطن في 5.7 بتاع القطن، وهكذا هيطلع لك ان الافريج ايفابوترانسبيريشن هي 8.5 مليمتر بير داي للمنطقه. طبعا لو ضربتها في او قسمتها على 1000 وضربتها في 4200 اللي هو بتاع الفدان، يطلع لي ان كل فدان محتاج يتروي في اليوم ب 33.8 متر مكعب في اليوم. طيب نيجي هنا بقى موضوع الفيلد ابلكيشن افيشنسي اللي هي 70%، دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو مدخل من عند ايه ديت، مدخل من عند ايه ديت مثلا 100 متر مكعب، 70% هياخدهم من النبات و30% هيحصل له لوسز كانهم ديب بيركوليشنز، فده معناها ان انا عشان ادخل من ايه دوت لازم اكون واخد في اعتباري ان في لوسز هتحصل، فعشان كده هتلاقي ان هو راح خالي 33.8 وقسمهم على 0.7، يعني انا محتاج اضخ مثلا يعني عندي ايه ديت اضخ 48.3 لكل متر مكعب في اليوم لكل فدان عشان الفدان يعرف ياخد ال 33.8 والباقي يحصل له لوسز. طيب ده كده بالنسبه لو انت مدخل عند ايه، ايه بقى الموضوع الكونفينس افشنسي؟ قال لك لو انت مدخل بقى من بره هنا، يعني معناها مثلا ان انت عند ايه دي هتبقى مدخل 48.3. طيب هل على مين كامل بقى هناك هنا؟ محتاج ان انا ادخل لك من بره هنا ادخل لك 48.3، ولا الميه عقبال ما ادخلها لك على المين كانال يعني مش هيحصل لوسز هي كمان على المين كانال؟ ده اللي بنسميه الكونفينس لوسز، يعني لوسز نتيجه النقل، اللي احنا عندنا الارث كانال ديت بيحصل لها سيبج وبيحصل لها انفلتريشنز وهكذا، ف
فده معناه ان بيقول لك نتيجة النقل هيبقى في 90%. طبعا لو انا ناقل المية دي في المين كانالز في مواسير بلاستيك، ده معناه ان الافيشنسي 100%، مفيش اي لوسز. فعشان كده هتلاقي ان الرقم اللي طلع من الفيلد ووتر ديوتي ده يتقسم على 0.9 عشان في الاخر يديني ان الديستريبيوتري ووتر ديوتي عبارة عن 53.67%. بعد كده جبنا الاريا سيرفيت زي ما احنا اتفقنا، اللي هي الارض اللي بعديه بلس 25 من اللي قبليه. فضربنا بقى الفيلد او الديستريبيوتري فيلد اللي هو ديستريبيوتري ووتر ديوتي دوت اللي هو 53.67% في الاريا سيرفيت بتاعت كل واحد، في 24 على او يعني في الـ في الـ على 24 في 60 في 60، باعتبار ان انت بتروي طول اليوم كونتينوس فلو، يطلع لك الفلو عند سيكشن اي وبي وسي. طيب سيكشن دي ده بقى نعمل ايه؟ سوري، سيكشن دي المفروض سيكشن دي اللي هو على الدرين بقى هنعمل فيه ايه؟ قال لك هل ان انا هستخدم الديستريبيوتري ووتر ديوتي؟ لا، دي المايه اللي هي بروي بيها، بس انا محتاج ديوتي تاني. قال لك احنا بنعتبر ان كمان ده الدرين، فده معناه ان احنا محتاجين نضرب في درين ووتر ديوتي. فقال لك الدرين ووتر ديوتي او درينج ووتر ديوتي بتبقى 40% من الفيلد ووتر ديوتي، يعني 40% من 48.3. كأننا بالظبط بنقول ايه؟ كأن الفيلد ووتر افيشنسي كانت 70%، فيما معناه ان انا لو دخلت 100 متر مكعب 70%، 70 متر مكعب هياخدهم من النبات، و30% او 30 متر مكعب هيروحوا لوسز او انفلتريشنز او هيروحوا وات ايفر انفلتريشن، فالانفلتريشن دي هو 30%. فاحنا بنقول ان اللوسز اللي هي 30% دي في بنزود عليها كده ورست كيس ونحط عليها 10% كمان، فكأني نسبة اللوسز هتبقى 40%. فكأن 40% من الفيلد ووتر ديوتي هو ده اللي بيروح للدرين. دي قاعدة ان احنا 40% من الفيلد ووتر ديوتي ده اللي بيروح للدرين، هتضرب في الاريا بقى بتاعت الدرين كله اللي هو 10,000 على 24 في 60 في 60، نقدر نجيب مين؟ نقدر نجيب الكيو اللي هي هيتصمم عليها المين درين اللي هو عندنا ده. فده كده بالنسبة لنا ده كده عبارة عن سمري، رفلي سمري للإكزامبل دوت في هذه المحاضرة. وشكرا.